مساء الخير على كل حبايبي واهلا وسهلا بيكم. اتمنى لكم يا رب يوم جديد سعيد على الجميع ان شاء الله باذن الله. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا عشان ما اطولش عليكم. الفنان محمد رمضان عن التمثيل مع عادل امام قال انه صعب جدا. صرح الفنان محمد رمضان انه يتمنى العمل مع الفنان عادل امام، وانه بالفعل اخبر الفنان محمد امام سابقا انه مستعد لتقديم دور ضيف شرف في احدى اعمال الزعيم عادل امام، لان ذلك يعد وساما في تاريخه، إلا أنه لم يتلقى ردا على عرضه. كما أضاف محمد رمضان في حواره مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي أنه الأعلى أجرا بين زملائه، لذلك فمن الصعب إنتاجيا أن يجمعه عمل فني مع الفنان عادل إمام، لأن أجرهما سيكون كبير جدا لأي منتج قد يعلن إفلاسه إذا فكر في جمعهما في عمل واحد. قال محمد رمضان أن مسلسلاته هي الأعلى مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها الأعلى سعرا عند بيعها للقنوات، لذلك من المنطقي أن يصبح هو الأعلى أجرا. وعن تجسيد قصة الفنان أحمد زكي في فيلم أشار محمد رمضان إلى أنه لم يتخلى عن هذه الأمنية، لأن الراحل أحمد زكي يستحق تقديرا وفيلما قويا يجسد حياته، كاشفا إلى أنها ستكون مفاجأة قوية لجمهور محمد رمضان الذي سيندهش عند رؤيته في صورة أحمد زكي. على صعيد آخر، انتقد محمد رمضان الممثلين خاصة في الجيل السابق الذين كانوا يسعون إلى التصنيف، لأن تصنيف الممثل بأنه كوميدي أو تراجيدي أو رومانسي يعطيه عمرا فنيا قصير، ولذلك فهو لا يسعى إلى أن يصنف نفسه بل أن يبقى خارجا أي تصنيف. يشار إلى أن الفنان محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل البرنس الذي يشارك به في رمضان 2020. مسلسل البرنس بطولة أحمد زاهر وأدوارد ومحمد علاء ومحمد حاتم ونور اللبنانية وروجينا ونجلاء بدر وغيرهم كتير من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. كما يشارك الزعيم عادل إمام في رمضان المقبل 2020 بمسلسل فالنتينو، وهو من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة ورهم كتير من نجوم الفن، ومن تأليف أيمن بهجة أمر وإخراج رامي إمام. طبعا حبايبي زي ما احنا شفنا كده محمد رمضان قال ان ما ينفعش ان احنا الاتنين نمثل مع بعض،